أنا يذكر لي أحد الإخوان يقول أن طبعاً الآن فيه تطبيقات، تعرفون قضية الزواج وكذا، الآن فيه تطبيقات وفيه يعني ممكن عملية الوصول أصبح فيها نوع من ال... فيقول هذا الرجل، يقول كلمتني واحدة وقالت قالت يا شيخ أنا يعني ما علي قاصر، لا جمالان ولا طبع ولا يعني سلوب، لكن ما قد خطبني أحد، ما أدري ليش. قال شو ما خطبت أحد؟ قالت ما يخطبني أحد النبت. يقول استغربت، قلت أخاف أن عندي مشكلة. قالت أبد والله، بس أنا ما أدري، حتى أبوي ما في عيب، والله وأخواني ما فيهم عيب، بس ما أدري وش القصة. يقول قلت لها أعطيني رقم الوالد. يقول أعطني رقم الوالد، دقيت عليه، سلام عليكم السلام، يلا حيه. قال حنا نبي القرب منكم، مذكور عندكم عبات ونبي. قال لا ما عندنا شيء ولا في شيء ولا كان لها مذكور. قال لا ما عندنا شيء، ما عندنا شيء ما في لا عذر. اللي قايل لي غلطان، قلت شلون اللي قايل لي أنا؟ قال لا غلطان بس ما عندنا شيء. يقول هذه حالة. الحالة الثانية أخوها نفس العملية، يقول ما عندنا شيء، وهي تستغرب تقول ما يجيني أحد، مين معقولة ما يتقدم لي أحد؟ لا حول ولا قوة. فأنا أقول للآباء والإخوان اتقوا الله عز وجل في بناتكم. لا حول ولا قوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. مو والله إذا جاء الرجال لا عشان راتبها ولا عشان تخدم في البيت ولا إلى آخره. يا جماعة الخير ما يصير ذا الكلام، خافوا والله فيها، تراها أن توجهت إلى الله عز وجل ودعت عليك فهي دعوة مظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. فاتقوا الله في بناتكم وأخواتكم.